تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا السابقة بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم واقتراحاتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة، منها التوعوية اللي تخص الأشياء التغذوية أكثر شيء، فقرات السوشيال ميديا، وبنتطرق للموضوعين مهمين جدا اليوم إن شاء الله في حلقتنا. بداية بنبتدي فقرتنا التوعوية اليوم. طبعا أجواءنا أجواء الشتوية الباردة الحلوة اللي الحين الناس ابتدت، يعني في أطباق معينة نحن نهتم فيها أو نركز عليها في فترة الشتاء، أو في فترة أول ما يبرد عندنا الجو يكون جميل، والناس طبعا تشتهي سبحان الله هذه الأكلات أكثر في فترة الشتاء، وخاصة أطباقنا الشعبية والتراثية. بنتطرق أكثر لهالموضوع وبنتكلم عن الأطباق الشعبية في الشتاء وبطريقة صحية، ويانا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ثريا التميمي. صبحت الله بالخير أستاذة ثريا. صبحت الله بالنور. الله يسلمك، كيف حالكم، شخباركم؟ الله يسلمك. طبعا موضوعنا شيق، والحين معظم حتى لو تفتحين اي يعني الانستغرام او اي فقره في السوشيال ميديا او يعني تفتحين اي شيء تشوفين الناس معظمها حاطه صور الطبخ، وخاصه طبخ الاطباق الشعبيه، وخاصه في تكون في الاجواء البار او الاجواء الجميله اللي الحين الحمد لله الجو بعد ما اعتدل واستوى نوعا ما بارد او جميل، فالناس بدات تركز على هذه الاطباق أكثر. بس حابين نتعرف أكثر كيف نطبخها أو نعدها بطريقة صحية. طبعا اليوم أنا إن شاء الله أول شيء السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنبتدي طبعا بما أن الجو ما شاء الله جميل مثل ما تفضلتي، ونحن محبين طلعات والبر وتبي، فأكيد طبعا ما تحلى طلعة إلا إذا كان الواحد تناول وجبة تكون هاي الساعة حارة وممكن اللي ياخذها. اليوم أنا بتطرق لبعض المواد الغذائية وبعض الأكلات اللي في الشتاء أوريدي تكون موجودة أو متوفرة. اليوم بنتكلم عن الفقع اللي هو الكمأة، وبنتكلم عن الحميض، وبنتكلم عن القرص المفروك، وبنتكلم عن القرص المفروك، يعني هذيل الأطباق أو الفندال سوري. هذيل الأطباق طبعاً مشهورة طبعاً في فصل الشتاء. صحيح. هي طبعا نحن اول شيء بنتكلم عن الفقع اللي هو الكمأ. الفقع طبعا معروف من فصيله الفطريات، وما يظهر غير في الشتاء، والناس ما شاء الله يعدوا للترحال عشان بس يسيرون يدورونه. صحيح. وهو معروف عن الكمأ الصحراوي طبعا يعتبر، وموجود طبعا غالبا في السعوديه والكويت. وطبعا معروف الكمأ انه عالي جدا في البروتينات، وعالي جدا ايضا في الالياف، وعالي في بعض المعادن، ويحتوي طبعاً 200 جرام منه على سعرات حرارية 150 سعرة حرارية. طبعاً تختلف طريقة طبخه وطريقة إعداده بين طريقة وأخرى وبين بلد وآخر. طبعاً نحن هنا في الإمارات دائماً نحب ناخذه تحته أو مجبوس أو ما إلى ذلك. ليش؟ لأن احتوائه على الأحماض الأمينية تشبه الأحماض الأمينية الموجودة في لحم الضأن، فطعمه مثل طعم اللحم.
فيعتبر حتى نكهتها قوية. أيوة حتى نكهتها تكون قوية. نعم نعم، لن يحتوي على النيتروجين وهاي الأشياء والأحماض الأمينية هاي تشبه طعم اللحم، فيستخدمونه كودام. ضروري جدا في طريقة طبخ الفقع، أول شيء لازم غسله بطريقة جيدة عشان نحن نتأكد أنه خلوه من الأتربة وما إلى ذلك. لازم ينطبخ يا أنه ينسلق أو أنه ينشوي. طبعا أكل الني لن يحتوي على ألياف عالية، نعم. ونسب أملاح عالية ممكن تؤدي إلى عسر الهضم، فلازم يتاخذ مطبوخ. فطريقة أكله لازم في كل وجبة صحية أو كل وجبة غذائية لازم نحن نضيف لها عشان نرفع قيمتها الغذائية، نعم. مثل نضيف له خضروات، نضيف له طماط، نضيف له بعض المنكهات مثل الكمون، مثل الزنجبيل، ها كله طبعا ترفع قيمته الغذائية. ممكن نستخدم الزيوت بدل ما نستخدم الزيوت أو الدهون الحيوانية، نستخدم الزيوت النباتية في عملية الطبخ، نعم. ممكن ناخذ مع الأرز الأبيض بدل ما ناخذه مشبوس أو برياني، هذا طبعا يحسن من القيمة الغذائية أو يرفع القيمة الغذائية للوجبة. صحيح. هذا بالنسبة طبعا للفقع. ننتقل للي شكمل الطبخة الثانية اللي هي الفندال. نعم. الفندال طبعا معروف، الفندال اللي يتاخذ دايما على الريوق وفي الشتاء طبعا، ومن مكوناته طبعا عشان نحضر الفندال أو البطاطا الحلوة ينضاف له عسل وينضاف له تمر، في ناس يضيفوا له على أساس يزيدون السكريات اللي فيه. طبعا المعروفة البطاطا الحلوة هي مصدر جيد للكربوهيدرات، وتعتبر أيضا مصدر جيد لفيتامين دي، مصدر جيد لفيتامين دال، وأيضا عالية بالحديد وبعض المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وتعتبر نسبة الكربوهيدرات فيها أقل من البطاطا البيضاء، وبالتالي تعتبر مصدر جيد أيضا. في الفندال طبعا تختلف مثل ما قلنا من منطقة لأخرى. هي طبعا الفندال الوحدة المتوسطة تقريبا تحتوي على 103 سعرة حرارية وعلى 23 جرام من الكربوهيدرات. فنحن إذا كنا نبغى نعدل من أو نحسن بطريقة طبخها بطريقة صحية، هي طريقتها أن نحن نضيف لها سكر أو تمر، فممكن نحن بدال السكر ممكن نضيف التمر أو نضيف الدبس بدل ما يكون السكر، وممكن نحن نخفف حتى هالكمية لأن أوردي هي يوم تنطبخ تسوي حلوة يعني سوي طعمها يحلو أكثر. صحيح، يحلو أكثر، فممكن نحن نخفف هالشيء. بس طبعا نحن هاي طريقة الطبخ تعتبر تقليدية. صحيح. ما نقدر نحن نغير فيها وايد، فممكن نحن نخفف من هاي الأشياء كلها، ممكن ناخذها مشوية، تعتبر أن كطريقة مشوية طريقة صحية جدا ولذيذة تطلع حتى في الشوي. عندنا أيضا الحميض. طبعا الحميض من السلطات المهمة في الشتاء. صحيح. ما أدري كان الناس تحصلوا حميض ولا لا، الله أعلم. هو طبعا موجود أكثر شيء في المناطق الشرقية والشمالية، في رأس الخيمة ومسافي والجذع دائما يكثر فيها الحميض، وطبعا يطلع مثل ما نعرف عقب فصل الشتاء. طبعا الحميض يعتبر عالي جدا في المعادن، طبعا كل هذه الأغذية اللي تطلع في الشتاء دائما تكون عالية في المعادن وعالية في الفيتامينات. والحميض يحتوي على حمض الأكسالات، هذا اللي يسبب الطعم الحامض، غني بالبوتاسيوم والفوسفور والحديد. وطبعا الحميض في ناس وايد يختلفون يعني في طريقة تحضيره، في ناس تاكله شوي يعني فرش، في ناس يسوونه مثل الشوربة، في ناس يسوونه مثل السلطة، بس نحن غالبا ما أدري إذا أنتم تسوونها بعد، غالبا حنسويها سلطة الروب يعني. أنا أحب كذي روحة يعني تحسين طعمه غير، خاصة إذا أنت اللي قطفتيه وكلتيه. أيوة طبعا، في حتى الحميض لازم يتغسل بطريقة جيدة عشان نفوز الأتربة وهالأشياء. إذا نبغى نرفع قيمة الغذائية نسويها مثل السلطة، نضيف كل أنواع السلطة، في ناس يضيفون بصل، ضيفين حتى الروب يرفع قيمة الغذائية ويرفع البروتين اللي فيه. بنجربه مع الروب أستاذة ثريا، والله يعني نسوي مية الله يحفظها تسوي مع الروب. وبصل تضيف له يطلع ما شاء الله وايد، لأن مع السلطة تحسين طعمه شوي مرات يختفي إذا بتحطين في السلطة. هي لا ضيفي للروب. إنزين طبعا هاي الأشياء كلها اللي إحنا قلناها، الفقع والحميض، بالكم عالي جدا في الأملاح والمعادن. طبعا الناس اللي عندهم الكلى أو عندهم مشاكل حتى في المعدة يفضل أن ما يأخذونها بكثرة.
فيجب أن يأخذونه باعتدال يعني، لأن نسبة المعادن فيه عالية. ممتاز. وننتقل إلى الجزء الأهم والمحبب إلى قلبي عن نفسي، اللي هو القرص المفروك. أهم شيء بالنسبة لي أنا كان، بس الوقت أهمنا. ممكن باختصار أستاذة ثريا، صراحة المواضيع اللي طرقتي لها جدا جميلة، خاصة أن يعني الفقع، الحميض، الفندال، هاي صح ما تطلع أو ما تكون إلا في فصل الشتاء عندنا في الإمارات. نعم نعم. على القرص المفروك. القرص المفروك طبعا سموه قرص مفروك لأنه أصلا يفرق يكون بالإيد بعد ما يستخدمونه. طبعا هو عبارة عن طحين وملح وسمن، لازم يكون سمن يعني تمر. طبعا يخلطونها ويا بعض ويسوون شرات قرص ويحطونه تحت الرمل ويحطون فوق اليمر. صحيح. بس الحين عشان يحافظون انه ما يدخل الترب فيه يغطونه يعني بالقصير، وبعدين يفتتونه بالإيد او بالمنحازة وإيد الهون ويخلطون معاه التمر. طبعا يعتبر من الوجبات قبل يشلونها هاي فكر حالهم، لانها تحسسهم بالدفء وتحسسهم بالشبع قبل. صحيح. ايام الترحال. الحين عشان نحن نحضره بطريقه صحيه، طبعا اللي هو طريقه الشوي هاي تعتبر يعني نحن نحطها تحت اليمر، ولكن اضافه الطحين الاسمر بدل ما يكون الطحين الابيض، هذا شيء يرفع من قيمته الغذائيه. ما نستخدم السمن، جربوا تستخدمون زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا مع الوجبة بتطلع الوجبة أحسن وقليلة في السعرات الحرارية. حتى ممكن بدال نضيف التمر وبدال ما نضيف الشكر نضيف حتى الدبس أو نضيف العسل بطريقة بسيطة، هذا بعد يرفع قيمتها الغذائية. نعم. فنحاول قدر الأمكان دائما نتجه إلى طرق صحية عشان نحن نستمتع أول شيء بالجو، وفي نفس الوقت أن ناكل الوجبة هذه اللي متداولة دائما عندنا في الشتاء. صحيح. ونقدر نطلع يعني نفس الطعم بأشياء ثانية، يعني مو بالضبط أن تكون نفس الطريقة. بدائل، تكون بدائل بالنسبة للوجبة. طبعا وايد في وجبات شتوية، بس حبيت أني أختصر أن نذكر الأشياء الأهم. جميل. وهالأشياء يعني نادرا ما قمنا نتطرق لها أو نذكرها وايد يعني، وهي يعني يعني خاصة فصل الشتاء وبعد المطر الفقع طبعا، وتعتبر كوجبة كأنك ذابح ذبيحي إذا حد سوى فقع. ونفس الشيء الحميض، يعني يعني شيء يعني أشياء نحن ما ناكلها إلا في فترة الشتاء، حتى لو ييج في الصيف يكون ثلج بس طعمه غير في الشتاء. سبحان الله. طبعا يكون دائما أي فاكهة ولا أي خضرة في موسمها تكون طعمها أحلى طبعا وأحسن. صحيح صحيح. أستاذ ثريا نشكرك صراحة على هالموضوع، خاصة بالنسبة للفقع والقرص المفروك والفندال والحميض، وهذه أكلاتنا صحيح أكثر شيء نركز عليها في فترة الصيف، وطبعا هاي أطباق شعبية يعني، وأكثر فترة في فترة الشتاء عفوا نحن نعتمد عليها. أستاذ ثريا التميمي اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو العفو حبيبتي دكتورة. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا هذه كانت فقرتنا التوعوية. بننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة السوشيال ميديا، وخلال 60 ثانية ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. صباحك الله بالنور سروة علينا وعيك وعلى كل المتابعين إذاعة نور دبي. صباح الخير. ننتظر أخبار السوشيال ميديا. هي أخبار السوشيال ميديا. كان أمس إعلان عن بدء مسح دبي لصحة العيون. نعم. وهو مسح يصير أول مرة على مستوى إمارات دبي. نعم. وشامل كامل لأمراض العيون وسبباتها في دبي. المسح هذا وايد مهم، فنحن أي شخص يوصل مثلا مكالمة من مركز دبي للإحصاء. نعم. يقولون مثلا نحن لأنه هو يستهدف 40 وفوق. صحيح. فبيوصلهم مسج للعينات اللي يعني تم اختيارها من مركز دبي الإحصاء، ويقول يطلبون منهم يعطونهم موعد لمركز من مراكزنا الصحية أو المستشفيات اللي متعاونة معانا في هذا الموضوع، على أساس إن يسيرون ويقومون بالفحوصات. البث هذا جدا مهم لأنه راح يساهم في التطوير الاستراتيجي للرعاية الصحية، وبيوفر المسح البيانات اللازمة لإعداد الخطط. الموضوع أي شخص بتيه المكالمة يعني حضور جدا مهم. ممتاز. جدا جدا مهم. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا يعني نحط على قناة التواصل الاجتماعي، إن أمس كان البتر هيلث، لكن الملحق الصحي اللي ينزل كل يوم أحد واثنين موجود على الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي.
وأيضا بعد شوية راح يكون عندنا إطلاق، ونتمنى من الجميع يتابعنا عشان يعرف التفاصيل. الساعة كم بيكون إطلاق؟ يعني تقريبا خلال ساعة أو ساعة ونص، ممتاز، خلال ساعة. ونتمنى أيه. يتابعونا في قنوات التواصل الاجتماعي خصوصا على الستوري، نعم. وراح نحط كل التفاصيل إن شاء الله. والشيء اللي راح ينطلق بعد شوي جدا مهم لكل مواطن إماراتي، راح يساعده في أشياء وايد كثيرة. ممتاز، ونختم شوقتينا. انا بالمقابلة. عارف شو بيكون، حتى انا ما بعرفه بالضبط. ونختم الرسالة، بالرسالة الصباحية، يقول في كل عمل تقوم به لابد من وجود عناصر للمتعة أو شيء نحب القيام به، ابحث عن ذلك الشيء لتحب ما تعمل وتبدع فيما تقوم به. مستحيل يكون عندنا يعني يكون في وظيفة نحبها from A to Z، إن نحبها كامل، صحيح. لكن أكيد في عناصر متعة، في عناصر مهمة، في يعني في أشياء راح تحبها. يعني مثلا واحد ممكن يسوي وايد أشياء ممتعة بس لازم يكتب تقارير في النهاية، فيعني يعني ما في شيء كامل 100% راح تحبه. أكيد في أشياء، لكن أنت ركز على النقاط الإيجابية، شو الشيء اللي تحبه عشان تحس إن أنت فعلا متحمسة للدوام ومتستمتع وأنت وانت بصحة. تسوي، إيه صح، وأنت بصحة وسعادة إن شاء الله. ودمت بصحة وسعادة اسمع الله يعني. جناحي. شكرا لك مستمعينا، كانت هذه فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414، والرسائل النصية على 4006. طبعا من فترة، من بداية شهر ديسمبر، ونحن نتكلم عن حملة دمي لوطني، وطبعا الحمد لله اكتملت هذه الحملة، وبنتكلم اليوم عن اختتام حملة دمي لوطني. اختتمت هيئة الصحة بدبي يوم أمس حملتها السنوية دمي لوطني اللي أطلقتها خلال شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية في الدولة تحت شعار كن البطل لهذا الوطن. وللحديث أكثر عن هذه الحملة وإنجازاتها يسرنا يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم. صبحت الله بالخير دكتورة مي. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. يعطيكم ألف عافية، ونبارك لكم طبعا اختتام حملة دمي لوطني. الله يحفظك ويسلمك. الحمد لله. دكتورة، حابين نتحدث بداية عن الإنجازات اللي حققتها هذه الحملة من حيث الإقبال على المشاركة وعدد وحدات الدم اللي تم جمعها خلال هذه الحملة. نعم طبعا، مثل ما تفضلتي أنه هيئة الصحة في دبي هذا العام أطلقت حملة دم الوطني بالتزامن مع احتفالات الدولة بالأيدي الوطني. ابتدينا الحملة من 13 نوفمبر واستمرت إلى 16 ديسمبر. وهذا العام حرصنا أنه نمد المشاركة في حملة الدم الوطني بمشاركة بنوك الدم على مستوى الدولة. فالحمد لله كانوا معانا، نوجه لهم كل الشكر والتقدير. صحة في أبو ظبي، حيث شارك بنك الدم في أبو ظبي والعين، وكذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال مركز الشارجة للتبرع بالدم، بالإضافة طبعا إلى هيئة الصحة بكامل الطاقم الطبي والبنية التحتية من حافلات التبرع بالدم والمركز، كانت كلها مستعدة لاستقبال المتبرعين بالدم خلال هذه الأيام. وفخورين إحنا هذا العام إنه استطعنا أن نرفع عدد المقبلين على التبرع بالدم من خلال حملة الدم الوطني، حيث وصل إلى 12,322 متبرع هذا العام، مقارنة ب 8,000 متبرع تقريبا خلال العام الماضي. وأحب أذكر أنه حملة الدم الوطني أطلقت عام 2012 تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم الله يحفظه، وبدت بسحب 430 وحدة دم، لكن خلال السنوات المستمرة كل سنة في تقدم وفي فعاليات أكثر، والحمد لله فخورين بسحب هذه الكميات من الدم. وطبعا احنا الهدف الحملة ليس سحب الدم فقط، بس التوعية والتثقيف والوصول إلى مختلف فئات المجتمع للتوعية بأهمية التبرع بالدم، وأن التبرع بالدم هو عمل وطني. صحيح. وهذه السنة كان شعارنا كن البطل لهذا الوطن، ولاقى الشعار إقبال كبير وكثير حبوا الجمهور، والحمد لله يعني كانت النتائج ممتازة. ونشكر طبعا كل الجهات اللي دعمتنا، وهيئة الصحة في دبي أكيد، وصحة ووزارة الصحة على التنظيم. وطبعا الشكر والتقدير موجه لجميع المتبرعين بالدم اللي أقبلوا للتبرع بالدم، وهم كلهم من المتبرعين الطوعيين اللي يأتون للتبرع بالدم بدون أن يعرفون مين اللي صحيح. من الشخص اللي رح يستلم الدم. فهذا شيء هو كبير يعني ما شاء الله. نعم، مثال للعمل الإنساني النبيل. ودائما احنا نقول في عام التسامح التبرع بالدم واحد من الأمثلة، حيث تثبت إحصائيات هيئة الصحة في دبي مشاركة متبرعين من 150 جنسية يتبرعون بالدم بصورة منتظمة ومتواصلة. وطبعا اليوم هذا اليوم الحلو والجو حلو، نوجه لهم كل الشكر والتقدير على العمل الإنساني، وطبعا نتمنى أنه يعاودون التبرع عدة مرات إن شاء الله. كفاية دكتورة كذلك يعني أنك أنت تتبرع الشخص ما تعرفه، ما تعرف جنسه شو بيكون، ما تعرف ديانته، يعني هذا أكبر دليل على التسامح اللي نفس ما ذكرتي أن 150 جنسية كذلك كانت من ضمن المتبرعين. يعني اختلاف الجنسيات في الناس اللي قاعدة تتبرع بدمها، وهذا دليل كبير ومجهود كبير من ناحيتكم كذلك. ونشكر صراحة جميع المتبرعين يعني على هذا الدعم وكذلك هذا العمل الإنساني اللي قاموا فيه. دكتورة، بالنسبة لشركاء الهيئة في هذه الحملة. نعم طبعا احنا نوجه الشكر والتقدير لكل المنظمين اللي ساهموا في تنظيم حملات التبرع بالدم. في عندنا شركاء استراتيجيين اللي دائما يدعمونا بالتبرع بالدم، مثل شرطة دبي، اتصالات موانئ دبي العالمية، الوزارات الدولة بصورة عامة، بريد الإمارات، الهلال الأحمر الإماراتي، معسكر نجد الشبا. هذه العام كان عندنا حملات، وكل سنة في مكتب سمو الحاكم، في عندنا في الشركات الخاصة طبعا، المستشفيات الخاصة كلهم يساهمون بحملات التبرع بالدم في دم الوطني وعلى مدار السنة. لأنه يعني أحب أذكر أنه مركز دبي للتبرع بالدم يسحب 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة. فإحصائيات عام 2018 تبين أنه 66,000 متبرع بالدم. هذا العدد طبعا كبير، ما نقدر نحصل عليه بدون جهود والأيادي مع بعض لنشر الوعي والثقافة. صحيح. نحن دائما نقول يعني المتبرع بالدم يجي يتبرع بالدم ويتعنى طبعا الوصول إلى مكان التبرع، وفي فحص وفي إجراءات وفي أبرة. فحقيقة هو بطل لأنه يتبرع بالدم ويتحمل كل هذه الإجراءات، وهو يتبرع لشخص سوف لن يقابله في حياته، وبغض النظر عن شكله ولونه وجنسيته ودينه. فهو حقيقة من الأعمال الإنسانية النبيلة. وحتى نعمل حملة للتبرع بالدم في أي مكان، في كثير لوجيستكس لإتمام هذه الحملة. نتوجه بكل الشكر والتقدير والاحترام للجهات اللي تدعم تنظيم حملات التبرع بالدم. إذا يكون في حملة في مكان معين، معناها الموظفين في هذا المكان راح يتركون مكان عملهم وينزلون للتبرع بالدم. صحيح. فهذا كله من وقت عملهم وشغلهم، فنوجه لهم كل الشكر والتقدير والاحترام، لأنهم
يساهمون معنا في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين للدم، وجهات مختلفة، جهات حكومية، جهات خاصة. وإحنا هذا العام الحمد لله بمناسبة اليوم العالمي للمتبرع بالدم اللي يصادف 14 يونيو من كل عام، هذا العام هيئة الصحة بدبي تحت رعاية معالي الأستاذ حميد القطاني مدير عام هيئة الصحة الله يحفظه، الحمد لله قمنا بحفل تكريم للمتبرعين بالدم المنتظمين واللي تبرعوا أكثر من 40 مرة، بالإضافة إلى تكريم الجهات الداعمة للتبرع بالدم لأن لهم دور كبير في توفير المتبرعين بالدم. بالإضافة طبعا أحب أشكر جمعيات خيرية، في جمعيات إنسانية، في كثير ناس جدا بسيطين يساهمون في تشجيع أصدقائهم وأهلهم ويجيبون مجموعة من الناس ويجون ليتبرعون بالدم. فاليوم نشكر كل الأشخاص اللي يساهمون في دعم حملات التبرع بالدم وكذلك المتبرعين بالدم والجهات القائمة. يعني أحب أشكر طبعا إدارة التسويق في هيئة الصحة في دبي، كان في لهم دور كبير في بث الوعي والثقافة والترويج للحملة، طبعا الهيئات الصحية ووزارة الصحة لأنه الغاية من الحملة هي تثقيف وتوعية. في كثير ناس تتخيل أنه الدم موجود، يتخيلون الدم ممكن نشتريه أو ممكن نستورده. فحمد لله اليوم أحب أن أقول أنه دولة الإمارات العربية المتحدة تم اختيارها في عام 2010 من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن أفضل 5 دول في العالم اللي تدعم التبرع بالدم الطوعي. فإحنا التبرع كله من متبرعين طوعيين داخل دولة الإمارات، والحمد لله بنوك الدم داخل الدولة كلها معتمدة من قبل جمعية بنوك الدم العالمية، فهي تعمل بأعلى معايير الجودة لضمان سلامة المتبرع وسلامة المريض متلقي الدم. ممتاز دكتورة، يعني ما شاء الله الأعداد اللي تقبل للتبرع بالدم وخاصة في مركز دبي للتبرع بالدم، طبعا أكيد في تسهيلات أنتم تقدمونها لهؤلاء المتبرعين لتسريع كذلك عملية التبرع بالدم، فحابينك تخبرينا أكثر عن هالتسهيلات. طبعا مركز دبي للتبرع بالدم أطلق منذ عام 2017 خدمات ذكية، فإحنا خدمة التبرع بالدم خدمة لا ورقية تماشيا مع استراتيجية دبي حكومة لا ورقية، وفي عندنا خدمات ذكية موجودة ممكن تحميل تطبيق دمي اللي هو تطبيق ذكي متوفر على الهواتف المحمولة ضمن التطبيقات الذكية لهيئة الصحة في دبي. تطبيق دمي يقصر عملية التبرع بالدم بـ20 دقيقة لأن المتبرع بالدم ممكن أنه يقرأ المعلومات حول التبرع بالدم ويعبي الاستبيان اللي فيه كثير من الأسئلة الشخصية، هذا التطبيق الذكي بعد إنهاء هذه العملية يعطي للمتبرع والشخص اللي حاب يتبرع كود، بس يجي يشرفنا في المركز أو في حملات التبرع بالدم يتم قراءة الكيو آر كود وتنتقل كل المعلومات إلى النظام الإلكتروني الموجود في المركز. فعندنا خدمات ذكية في حملات التبرع بالدم اللي هي عن طريق باصات حافلاتنا المتنقلة، بالإضافة إلى وجود الخدمات الذكية داخل المركز. فبالإضافة إلى أنه طبعا الطاقم جدا مؤهل لاستقبال المتبرع بالدم بحفاوة، لأن احنا دائما نقول العملاء اللي يتوجهون إلى مركز دبي للتبرع بالدم هم غير عن كل عملاء هيئة الصحة في دبي، فهم ناس جايين يعطونا خدمة ومو احنا اللي يعني نعطيهم الخدمة، خدمتهم انه يعطونا الدم ويعطونا من وقتهم، واحنا واجبنا انه نوفر افضل الخدمات ونسهل ونريحهم أثناء عملية التبرع بالدم. فالحمد لله خدماتنا ذكية وأعلى معايير السلامة موجودة للمتبرع، وكذلك بالنسبة لسحب الدم واختيار المتبرع وفحص الدم وتخزين الدم، فبالنتيجة أنه المريض متلقي الدم إن شاء الله بيكون أجود يعني دم ومكوناته يوصل للمرضى في المستشفيات الحكومية وكذلك مستشفيات القطاع الخاص في إمارة دبي.
نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة مي رؤوف. شكرا جزيلا وشكرا لكم، سعيد إن شاء الله. إن شاء الله ويومك أسعد. الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص اختتام حملة دمي لوطني. طالعي فاصل وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن موضوع جدا مهم وهو صحة دبي تطلق خدمة دوائي. أطلقت هيئة الصحة بدبي يوم أمس الأول خدمة توصيل الأدوية المجاني للمنازل دوائي، ضمن الجهود المستمرة اللي تقوم بها الهيئة للتبسيط والتسهيل على المرضى وتمكينهم من الحصول على الأدوية في منازلهم، وخاصة بعض فئات المجتمع الغير قادرة على الوصول لصيدليات الهيئة. وللحديث عن هذه الخدمة يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور علي. الله بالخير، كيف الحال؟ الله يسلمك دكتور دي. علي الله يخليك دي. طبعا مبارك لكم صراحة بإطلاق هذه الخدمة اللي هي خدمة دوائي. بداية دكتور، حابين نتعرف أكثر عن فكرة عامة عن خدمة توصيل الأدوية للمنازل. بداية أشكركم على استضافتنا، يعني وكان الفرصة نتكلم عن الخدمة المميزة هاي، ودائما طبعا الخدمات المميزة تطلقها هيئة الصحة بدبي، وذلك يدل على أن هناك يعني في إدارة عليا وقيادة يعني تهدف إلى إسعاد ورضا العملاء. صحيح. الهدف من هاي الحملة هي الحملة الدوائي، طبعا أول شيء هي عبارة عن صيدلية متنقلة، أهدافها كثيرة، أهم أهدافها هي تحقيق أعلى درجات رضا المرضى والعملاء، هذا واحد. اثنين طبعا إسعادهم، من تحقق رضاهم نوصل إلى إسعادهم وتقليل صحيح. وقت انتظارهم ومعاناتهم في الصيدليات. هذا كله يؤدي إلى شنو؟ لما يكون رضاهم وسعادتهم يؤدي إلى شيء اسمه adherence، يعني التزامهم بالعلاج الدوائي الذي يحدده الطبيب. فمعناته لما يلتزم بالعلاج الدوائي معناته تكون المحصلة العلاجية تكون أفضل. معناته احنا نسعى إلى مجتمع خالي من الأمراض أو مجتمع صحي أفضل. صحيح. فكل هذه سلسلة مرتبطة ببعضها. إذن الخدمة هي صيدلية متنقلة ودوائي، صيدلية متنقلة تصل إلى منزل أو مكان عمل الشخص أو أي مكان يطلبه هو، تصل يصل إليه دواء بدون أي معاناة. معناته اليوم إحنا نلغي عنهم المعاناة، نلغي عنهم الانتظار. صحيح. هذا شيء واحد. طبعا ممكن في واحد يقول والله في ناس توصل أدوية كثيرة، لكن هي الخدمة هذه لا، خدمة مميزة. ليش؟ أول شيء الخدمة خلال طبعا هي على مدار الساعة 24 ساعة، توصل الأدوية في خلال مدة قصيرة جدا، في خلال 24 ساعة إذا كانت أدوية يعني متواجدة عند الشخص. إذا أدوية مثلا إذا هو في وصفة في السيستم في خلال 24 ساعة توصل لدواء، يوصل لدواء. هذا شيء واحد. شيء ثاني هي خدمة مجانية مثل ما تفضلتي، ومثلا نوسع في طبعا في إمارة دبي كلها، وإن شاء الله توسع في المستقبل إلى أكثر نطاق أوسع. الخدمة اللي تميزها شيء واحد، إحنا مو بس توصيل أدوية، إحنا عندنا توصيل واستشارات صيدلانية، يعني يكون مع الصيدلية المتنقلة صيدلاني متخصص. هذا الصيدلاني يقوم بشرح استخدامات الأدوية واستشارات صيدلانية للشخص للمريض الذي يوصل عنده. إذا محتاج أي استشارة صيدلانية يكون معها صيدلاني هناك ويشرح للمريض. ممتاز. مش بس واحد مثلا سواق بياخذ الدواء بوديهم، لا، في واحد إنسان صيدلاني يعني خبير في الأدوية بيكون معها، مع هو اللي بيسلم الأدوية، هو اللي هذا بيتواصل مع المريض، يعني كأنه هو واصل، كأنه في المستشفى. ممتاز. كأنه هو في صيدلية المستشفى. هذا الشيء اللي يميزه. وطبعا احنا نعطي ان شاء الله طبعا كل الأدوية بتصرف ما عدا الأدوية المخدرة لأنها تلتزم الى قوانين معينة. صحيح. هذيك شيء ثاني. لكن اما أدوية ثانية اللي هي مسموح بها لصرفها كلها بتوصل للمريض لبيته. الشيء الثاني طبعا ان هي
سهولة الحصول على الخدمة. الخدمة طلبها بسيطة جدا. ممكن في ناس مثلا ما يعرفون في استخدام الانترنت أو الموبايلات وهذا، وكبار السن، إذا كبار السن ولا يهمهم أصلا أوتوماتيكيا راح توصل لهم، لأن احنا عندنا اتفاقية إن احنا وصل بدون حتى أي طلب. أما الناس العادية اللي هي هذا ما عندها التزام وهي مش كبار السن، طبعا ممكن يتصل بالصيدلية. نعم. أو ممكن يتصل اتصال هاتفي بالصيدلية ويخبرهم إن أنا أبغى الدواء معي، ويعطيهم اسمه ورقم البطاقة معي. هذا الشيء واحد. ثاني شيء ثاني ممكن يوصل للصيدلية ويخبرهم. ممكن هو عند الطبيب يقول الطبيب أنا أبغى أدويتي تجيني البيت وما في داعي أنا أسير الصيدلية. ممكن عن طريق نسخة إلكترونية موجودة على الموقع. ففي يعني بدائل كثيرة لتسهيل الوصول للحصول على الخدمة هاي طلبها. فطلب الخدمة يكون بشكل مبسط، يا اما اتصال تليفوني او عن طريق النسخه الالكترونيه او عن طريق الطبيب، طلب من الطبيب او عن طريق الصيدليه، ايا كان. هو المهم غير ذوي الهمم، ذوي الهمم وكبار السن بتكون شيء اوتوماتيكي، يعني شيء يعني بدون ما يطلبونه، بدون ما يطلب احنا. ممتاز. واحنا ان شاء الله نحاول حتى الناس الثانيه وبدون ما هذا ايش مستقبلا نوصل لهم اوتوماتيكيا. يعني بدون ما يخبرون احنا نوصلهم اذا يعني نوصل لهم الدواء. الشيء الثاني اهم شيء يكون طبعا في الشروط نكون في وصفه عند النظام، سالت الوصفه الطبيه قال بها الطبيب سالت المفعول. والخدمه هاي طبعا مجانيه لكل مرضى هيئه الصحه، سواء من مواطني الدوله او من حاملي بطاقه تامين سعاده او بطاقه تامين عنايه او يعني المهم مؤمن عليهم في دبي. فأي واحد يتعامل مع هيئة الصحة ولديه عنده وصف في هيئة الصحة ويبغي دواء يوصل لبيته، يوصل إن شاء الله لبيته، وطبعا مع شرح تفصيلي عن استخدام الدواء. ممتاز ممتاز. وهذا يعطيها قيمة أكثر، يعني مو فقط توصيل مع استشارة خاصة الأدوية، يعني ما أقدر أوصلها بس والمريض يأخذها، يعني الاستشارة لها دور كبير من ناحية صحيح. الأدوية صحيح. وشيء مهم طبعا نعم. شيء مهم جدا إن توصيلها بالشكل الصحيح، يعني إن الصيدلية اللي هي المتنقلة هاي السيارة عبارة عن صيدلية مباردة، فما يعني احنا تعرفين في الصيف يكون جو حار، فهي كده في ثلاجة مبردة. الشيء الثاني حتى نقلها بشكل صحيح سليم، يعني في ابواب مثلجة مبردة اذا كان مثل انسجينات واشياء ثانية، فما يخضع الى اي خطأ. يعني حتى المريض لو ياخذه ما بكون بيوصله بيته مثل ما احنا موصله. فخدمة مميزة ذات جودة عالية بشكل علمي وبشكل يعني فني متطور هيئة الصحة تطلقها. وطبعا الحمد لله في اليومين اللي فاتوا هذين يعني حصلنا على شكل إيجابي وطلبات يعني من المرضى، والحمد لله هاي بداية يعني كان يعني إيجابية موفقة إن شاء الله. احنا هدفنا في الآخر هدفنا إسعاد المرضى، وهاي اللي دائما يعني هيئة الصحة تبحث عنها وتنطلق منها إسعادهم. بس احنا بعد من الناحية العلمية مش بس إسعادهم صحيح. إسعادهم وضبط وتحديد بحيث ان حتى نرفع من مستوى التزامهم بالعلاج صحيح. لأن الطبيب يتعب ويشخص ويحدد ويعطي الدواء الصحيح، وبعدين إذا ما كان في التزام من المريض فكل ما يعطي النتيجة، التعب هذا ما يعطي علاج طبيعي، علاج محصلة علاجية. لكن لما الطبيب وإحنا عندنا أطباء أكفاء في الهيئة يعني مستوياتهم عالية، لما يعطي الدواء الصحيح للعلاج والتشخيص السليم ويعطي ونحن يعني نتأكد إنه في التزام باستخدام الدواء، فمعناته إحنا بنوصل إلى محصلة علاجية، بنوصل إلى مجتمع أفضل، مجتمع صحي، مجتمع كلها هذه طبعا تخدم دبي ودائما اللي هي متفوقة عالميا وتخدم الدولة، وطبعا تحطنا في مصاف يعني الدول العالية بالراقية. بل بالعكس احنا طورنا اشياء ما موجودة في الدول الثانية. صحيح لله الحمد. دكتور طبعا حابين نتعرف اذا بيكون هناك توسعات كذلك في المستقبل لهذا النطاق او هذه الخدمة. ان شاء الله احنا بدينا طبعا في دبي. نعم. وخططنا ان شاء الله ان احنا ننطلق من دبي الى الامارات الثانية.
إن شاء الله إن شاء الله. وطبعا توجهنا بأسلوب يعني إحنا ننطلق من دبي بعد ما ننجح في دبي بعد يعني 3-4 شهور نشوف نفسنا خلاص قطينا دبي كاملة، ننطلق إلى إمارات الشارجة وبعدين عجمان وبعدين وهكذا مغطيين، وإحنا ماشيين نغطي الإمارات كلها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، نغطي كل الإمارات وكون إحنا نخدم هيئة الصحة تخدم دولة الإمارات كاملة إن شاء الله. صحيح إن شاء الله. الجميل دكتور في هذه الخدمة خاصة أن جميع المعايير الطبية كذلك يعني خدوها بالاعتبار، سواء مو فقط توصيل الدول المريض لسهولة توصيل، كذلك الاستشارة اللي بتكون مع الصيدلي، وكذلك معايير السلامة والمأمونية بخصوص الدواء ليصل للمريض بحالة صحيحة. صحيح، احنا عندنا كذا شيء معيار. المعيار الأول طبعا الدواء يكون مخزن تخزين صحيح. نعم. فاحنا عندنا التخزين الصحيح الايادي المتنقله هذه او الصيدليه المتنقله هي فيها مكيفه، فهي تخزينها سليم. حتى الانسولينات تكون في عبء في ثلاجات خاصه فيها بعد. ممتاز. فيها ثلج، وهذه وحده، لان يعني المريض بحر لما يطلع ياخذ ما يكون جديد عنده. هاي الشيء الاول يعني. الشيء الثاني يكون معاه صيدلاني، يعني الصيدلاني هو رجل فني فاهم في الادويه. صحيح. يشرح بشكل. الشيء الثالث لما أنا أوصلها للمريض أتأكد من شخصيته، يعني أشوف البطاقة ماله وأتأكد من بطاقته وهي يعني مطابقة للوصفة، من مطابقة للأشياء اللي موجودة عندي. فهذه يعني معناته أنا أعطي الدواء السليم الصحيح للمريض الصحيح. صحيح. فكلها يعني أشياء السلامة وسلامة المرضى حاطين في الاعتبار في كل الأشياء. الشيء الثاني أن إحنا شيء مهم جدا. نعم. أن أنا أوصل ليه، لأن المريض ما خليه ينقطع عن دواء. صحيح. يعني قبل لا ينقطع بأسبوع أنا أوصل ليه دواء، معناته أنا أني حافظ على صحته. وصلت ليه دواء قبل لا ينقطع هو عن الدواء، يكون عنده مثلا دواء أسبوع وأنا وصلت ليه، فمعناته يعني أنا ما قطعت المريض عن الدواء. هذه كلها أشياء مهمة جدا تأخذ في الاعتبار عندنا إحنا في إدارة الصيدلة. أهم شيء أن المريض ما ينقطع عن دواء، أهم شيء المريض يستلم دواء سليم صحيح، الدواء ما يكون مثلا خربان أو منتهي صلاحيته، مخزن سليم صحيح. أنا أوصل له بأسلوب تخزين سليم بطريق شخص فني فاهم في الأشياء، مش سواق يودي الدواء ويسلمي. كل هذه الأشياء هذه حطيتها أنا في الاعتبار، فأنا معناته أنا هني خدمت المريض كأنه هو جايني المستشفى. صحيح. كأنه صحيح. واصل عند المستشفى، أنا وصلت لي المستشفى، وصل الصيدلية وصلت لي للبيت. صحيح. أنا نقول الصيدلية وصلت للمريض بدل ما هو يوصل للصيدلية، أنا وصلت لي للبيت وأعطيه دواء بصيدلاني بفني بدواء بتخزين سليم، فأنا وصلت للبيت وهو في بيته وهو يحدد وقت اللي يبغي. ممتاز. يعني هو يقول لي مثلا والله واحد يقول لي أنا من الصبح داوم تعالي مثلا الظهر تعالي العصر، أو واحد يقول تعالي مثلا مكان عملي وين أنا فسهلت الكثير دكتور. إيه يعني أنا حتى تغيبه عن الدوام بيكون أقل عمل ما في يعني أنا وصلت لي، وبعدين هو معاناته معاناته في الضباب يعني. فأني كل هذه طبعا أرفع مستوى صحيح رضا العملاء وسعادتهم، وهذه هي مهمة جدا. صحيح. وهي التي تسعى لها هيئة الصحة. صحيح. وتسعى لها إدارة العليا في هيئة الصحة والقيادة العليا في هيئة الصحة، وهذا كلها طبعا حسب توجهات حكومتنا وشيوخنا طول الله يطول عمرهم. الله يطول بعمرهم. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور علي السيد. الله يخليك. الله يخليك. الله خير. مشكور على عطنا الفرصة هذه، وإن شاء الله نتمنى نكون إن شاء الله إن شاء الله نحسن ظن المجتمع إن شاء الله، ونخدمهم بأفضل خدمة إن شاء الله وأفضل أشياء ونطلع لهم بأشياء مميزة إن شاء الله. دكتور إن شاء الله. دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه حلقتنا لليوم، أشكر فريق العمل وياي في الإعداد حسني البناونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحير، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطين. نلقاكم إن شاء الله باكر على خير، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.